البيت ما يعني ما شفنا بي اي شيء، ما شفنا بي اي شيء البيت يعني، بس هذا السبب قلت لك اللي صار عندنا ضحيه هنا، عندنا اطفالنا نايمين هنا، وهذا البيت كله انفجار، هذا البيت كله انفجر كله سبب قنينه، القنينه لقيناها سالمه. على اساس قالوا المره محترقه ما ندري بيها شنو ماشي، لحد الان احنا ما شايفينهم هسه، احنا عندنا ضحيه اثنين وواحد مصاب بالمستشفى خطر، ما ندري بيعيش يموت ما ندري. هذا سبب اللي شفناه. ايش قد الموتى بالعدد؟ الموتى عدد هسه عنده اثنين احنا وهم واحد. على اساس قالوا المره ملابسها محترقه، احنا ما شفناها بعد مال الله ما شفناها. يا سادة حسب يعني الوادي بالمنطقه، الناس كانت الدنيا صبح ساعه بالتسعة 8:30 9 ما يقارب، اغلب الوادي نايمه لان عطله اطفال المدارس هم الابتدائيه معطله، سمعنا دو انفجار بالمنطقه قوي، فزعت الوادم هرعت المنطقه فزعوا، شنو هذا الصوت شنو هذا الصوت، انه الصوت بين يعني الوادم كاظين اطفالهم يصرخون، طاح البيت طاح البيت، شنو يعني البيت هسه بنطيح قنينه غاز، يعني فد شيء طبيعي احنا كلنا متعارفين عليه، قنينه الغاز من تحترق تحرق بالمطبخ اليوم وما تنفجر، القنينه سالمه ما منفجره ما بيها شيء. والحادث صار اكثر شيء اعتقد وقع بغرفه النوم، غرفه نوم من ضمن الضحايا اللي صار باثر الواقع الحادث اللي عندهم ماتت بتهم واطفالهم اثنين مروسهم محترقه، والجيران مالتهم توفوا عندهم اثنين، والولد خطرهم بين اثنين توفين الله يرحمهم. حادث منكوب اعتقد فعله فاعل هذا الحادث يعني حسب تحطيطنا، لان بس الغرفه مفلوقه يمين، شفنا الوضع الغرفه مفلوقه يسار ويمين، طايحه على الجيران وطايحه على المطبخ. ونطالب يعني احنا الجهات الامنيه وخاصه بالبصره وان شاء الله بهم الكفايه، ونطالب كل من يهم الامر من الدوله ينضرب قضية هذا الحادث والمنطقة المنكوبة ومنطقة التجاوزات، والذي كانت قبل أيام مهددة بالإزالة من قبل الدولة من قبل هم دائرة السكك بالخصوص، والناس كانت يعني لامة غرافها، وهذا يريد يشيل، وهذا يدور على بيت إيجار، وهذا يروح يقعد يم أخوه، وهذا يقعد يم أقاربه، فنطالب بإجراء تحقيق على هذه القضية.